في التقرير الخاص، هامة مرمرون انتقلت من سوريا إلى لبنان، فاحتضن موطن الأرز أبا الطائفة المارونية ورؤساء كنيسته. تقرير ركال مبارك. من سوريا هربوا بسبب الاضطهاد الذي كان يلاحقهم، واحتموا بجبال لبنان المنيعة بين جرود جبيل والجب والبترون. إنهم تلاميذ مرمرون الذين أبوا إلا أن ينقلوا معهم من سوريا هامة أبيهم مرمرون. قصة هامة مارون بدأت مع الراهب يوحنا مارون الذي أتى من سوريا وأضحى مطران البترون ليصبح فيما بعد البطريرك الماروني الأول، وهو نقل معه جمجمة مارون إلى كرسيه في كبر حي في هذا الدير المعلق بين الأرض والسماء. صار المسيحي الماضي يهربوا، وابدن يهربوا صوب جبال لبنان اللي هي حمى. يوحنا مارون كان احد الرهبان بمربر، مثل كان سكرت بطعشي اجا لهون. كان هو يقال عنه المطران البترون، عمر دير صغير ابو اثنين اللي هني يعني كوليكي، وحط فيها الهامه. ضلت الهامه هون موجوده من سنه 700 701 702 ما بنعرف اي متى يعني، ضلت فيه الى سنه 1130. الاب مشير رئيس دير الصليب بساسو فيفو، حد فولينيو مارق من هون بيجيب بياخد من هون الهامه بايطاليا بايطاليا بشمال ايطاليا. ولكن كيف استعاد لبنان هذه الهامه؟ ولماذا لم تنتقل الى سوريا الى المكان الذي تنسك فيه القديس مارون ومات؟ هون بقدر انقل الكلمه عن قداسه البغبه السعيد ذكر يوحنا بولس الثاني عندما ساله انه مطران البترون عم بيتبني باسم غبطته، البترك المارين بده جزء من الهامه، بيجاوب البابا بيقول له يسرع واعطيها الموارد بحاجه ان يكون مرمرون معهم بيهم. وجبعتنا اياها وقت السفاره البابويه وجبناها باحتفال من السفاره البابويه ووضعناها هون بمنحوتي، عملنا اياها الفنان رودي رحمي. وفي الدير ايضا انعام خاص من قداسه البابا بيوس السابع، إضافة إلى أكبر شعاع للقربان المقدس في العالم. سنة 1821 قداسة البابا بيعمل إنعام خاص إلى كل من يزور الدير يحصل على غفران كامل عن خطاياه. وإذا كانت جمجمة مارمارون يحتضنها موطن الأرز، فإن جسده الذي بقي في سوريا قد تفتت بالكامل ولم يعد له أي أثر يذكر. وقت نروح عبراد شو منشوف هونيك؟ ما في شيء، في آثار الكنيسة، ويقول ويقال إنه هونيك في مثل سيركاي يعني مدفن كان مدفون فيه، ما بشوف أعذار، ما بلاقي غير أعذار، ما في شيء. كل ما تبقى من أبي الطائفة المارونية هو اليوم في لبنان، وليس في أي مكان آخر يقصد لأهداف قد تكون بعيدة كل البعد عن الأهداف الروحية. يبقى على أتباع مار يوحنا مارون الذي قصد هذه البلاد بحثا عن الأمان حفاظ على هذه الأرض التي لا تشبه غيرها، فهي ارتوت بدماء الشهداء الموارنة وبقيت عاصية أمام كل الاضطهادات. نحن الكنيسة المارونية الموارد تجسدوا على أرض لبنان، من هون دعوة إلى الحفاظ على الأرض. هذا إرث لا يجوز أن نتخلى عنه، لنورثه لأولادنا وأحفادنا، مش حتى نتصرف فيه كما نشاء، وإلا لا نصبح لاجئين ويمكن برات لبنان وبرات الشرق.